في حادثة عجيبة وغريبة لم تحدث إلا مرة واحدة، انشق البحر وشكل طريقاً يمر فيه الناس بأمر من الله. ما الحكاية وما القصة؟ بعدما خسر فرعون المواجهة أمام نبي الله موسى عليه السلام، وبعد إسلام السحرة وعدد من الأقباط وبني إسرائيل، جن جنون فرعون حينها وبدأ يعذب بني إسرائيل أكثر ويقتلهم، وبأمر من الله أخذ موسى بني إسرائيل ذات ليلة وجمعهم جميعاً وفر بهم خارج مصر. في تلك الأثناء سمع فرعون بهروبهم وفرارهم، فهم باللحاق بهم لأجل منعهم من الهرب وتسليط أشد العقوبات عليهم هو وجيشه العظيم المسلح، وهو يلحق ببني إسرائيل العزل وفيهم الكهول والأطفال والنساء. وحينما علم بنو إسرائيل وهم يسمعون خطوات الخيول القادمة لهم خافوا واشتدوا رعبا وفزعوا جميعا مما هو قادم لهم. وبدأت الشمس بالإشراق، حينها وجدوا البحر أمامهم، لم يعرفوا ماذا هم فاعلون، البحر من أمامهم والعدو فرعون من خلفهم، لقد حوصروا، فأين المفر يا ترى؟ هنا أمر الله نبيه أن يضرب بعصاه البحر، فانشق البحر أمامه كجبلين من المياه وأمام قومه. لكم أن تتخيلوا الموقف، انشق البحر لجزئين وهناك طريق جاف يمكنهم المرور فيه، وهذه إحدى معجزات نبي الله موسى عليه السلام. بعد مرور موسى عليه السلام وقومه فوجئ فرعون وجنوده بالمنظر المهيب الذي أمامهم، وظلوا في كفرهم ولحقوا بهم. وحينما وصلوا وسط الطريق خرج قوم موسى عليه السلام من البحر، حينها ضرب موسى بعصاه مرة ثانية فارتطم عليهم البحر كما كان، فلم ينجو منهم إنسان. والشاهد أن فرعون قد آمن بالله صحيح، ولكنها لم تقبل منه، لأنه حين أدركه الغرق وعرف بأنه ميت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن بعد ماذا؟ هيهات. فكان رد الله عليه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.